بس بالسجق. نشوف ما قدرنا. طيب عندي سجق بلدي، بتنجان، طماطم وطماطم بوريه، فلفل حار وبصل وتوم، عندي زيت، ملح وفلفل، بهارات، جوز الطيب وشطه. باخد كده علام منها كده اهو، وادي حبه ملح اهو. ما تخافوش من الملح اللي بينزل على البتنجان، هو مش هيلزق فيه او مش هيحدقه، لان الباقي هيتفرط في الزيت. طيب اشيل بقى دي كده الاول، ونصلي على الحبيب طبعا اهم شيء عندنا. وادي ما بفرمش البصلايه قوي. ده الفلفل كده، بقلي البتنجان بتاعي. طب نصلي على رسول الله. انت محتاج وضروري؟ حاضر، شكلك كده عايز تعمل اي. طب ماشي ما علينا. وكده بنعمل الرز بتاعنا، وادي الصدق شغال اهو. اديله شويه كزبره خضراء عشان يكون طعمه حلو معانا. بص بعينك وارحم بقلبك. هنا عندي طماطم، قشرتها، صلي على الحبيب. زهقت انت دبك ها؟ المخرج مش عاجبه القصه دي، بيقول لي مش داخله دماغي.